عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وامبارح كانت انيسة، طبعا هي مطربة جزائرية عريضة ازياء وكمان كاتبة ومؤلفة، وهي امبارح كانت عندها حفلة وكانت بتغني على احدى المسارح ومسكت علم الجزائر ورفعته افتخارا ببلدها واعتزازا بيها. تشجيع حاد جدا 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 وتسقيف عالي جدا علشان اول ما اظهرت علم الجزائر. يا ربنا يبارك في كل الاولاد الصالحين لاي بلد لانهم بيرفعوا رايتها. شوف حضراتكم على الف خير، يا رب فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.